مين؟ ازيك يا يوسف؟ بس يا ابني انت هو ايه الدفع اللي خلاك تقتل المرحوم طارق ضمانه؟ هو نفس الدفع اللي هيخليني اقتل خالته. بس ابن خالته قررت المحكمة إخلاء سبيل كل من أكرم محمد محمود عبد الحي وسعاد محمود جابر عطله بضمان محل اقامتهم واستمرار حبس سعيد محمد رمضان الدهول وشهرته سعيد البرنس 15 يوم تبدا من نهايه تاريخ حبسه السابق. الله العظيم يا سعاده الباشا، انا مظلوم يا باشا وما اعرفش اي حاجه عن السلاح ده. اسكت. قلتيها يا بنت الكلب، قلتيها. Thank you.
تكوني فاكره بروح امك ان انا هلبس البدله الحمراء. والله العظيم ما حصل بينا حاجه. احنا تقول لي حصل الكلام ده فات طبعا خلاص. فكرة لما اخرج يبقى الكلام ده. هيثم فين يا معلم؟ اتف على وشي لو شفت هيثم ده تاني. وانت ما تعرفش موقفك ايه في القضيه يا سعيد؟ ده انت ممكن تاخد اعدام. سعادتك جاي تشمت فيها يا باشا؟ اشمت فيك ايه يا بني ادم؟ انا جاي اساعدك بس لازم في تعاون منك برضو. عاوز يعني عاوز نتعاون معاك ازاي؟ تعرف دربالة منين؟ دربالة ده المحامي بتاعي. وبعدين ايه علاقه دربالة بالقضيه؟ انت هترد عليها السؤال بسؤال؟ عدم مؤاخذه يا باشا، هو المحامي بتاعي ولجاء لي عشان اساعده في حكايه الانتخابات بتاع مجلس الشعب. يعني شو اللي قال لك روح اقتل وليد؟ تاني وليد يا باشا؟ ما قلت لك ما اعرفوش من اساسه. كلم عادل بقى. وكتاب الله ده على عيني ما اعرفه يا باشا. السلاح اللي لقيناه عندك في البنزينه. ما تسوس عليا. يعني انت ما تعرفش وليد ده؟ ما اعرفوش. ولا دربال. مجلس وبس. والدوسيه؟ دوسيه. دوسيه ولا مؤاخذة يا باشا؟ الدوسيه؟ الدوسيه اللي بعتت سرقته من شقة مدام انجي. دي تطلع مين هي كمان؟ تتلمي بقى وتحترم نفسك. يا باشا أنا ماليش دعوة ولا بدوسيه ولا بدربالة ولا بوليد ولا بالست نانسي اللي بتتكلم عنها دي. أنا واحد يعني ممكن يلبس إعدام في أي لحظة. إن كان عليا أنا ممكن ألبس الكل إعدام. بس أنفذ أنا منها. أدينا يا سيدي خرجنا من المستشفى. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يسلمك ماما. فين انت؟ لحقتي تزهق مني؟ ماما هنشوفها ان شاء الله. بس تعالى دلوقتي نروح على البيت. انهي بيت؟ بيتي ويكون انهي بيت؟ ده ان شاء الله. دي مين يا اختي؟ دخلتي هنا ازاي اساسا؟ انا صاحبه الشقه. انت اللي مين يا وليه؟ انت فين ام محمد؟ ومحمد مين وزفت مين اللي بتسالي عليه؟ انا صاحبه الشقه دي. صاحبه الشقه ايه؟ انت حتى صعبتي. استعبط ايه؟ الشقه دي انا واخدها من المعلم خميس. انت اللي مين؟ خميس؟ طب انا هتفهم. انا هدخل اجيب هدومي. خدي خدي تعالي هنا وكلمي من غير بوابه. ادخل اجيب هدومي بقى. هدومك ايه؟ انت كلها ايه؟ سيبيني يا وليد. يلا يا مدونة. يلا يا مدونة خلاص سيبيني يلا. انت عارفني انا مش مجامل. القضية ما خدتش 24 ساعة. والله يا سعادتك انا شايفها لسه ما خلصتش. لسه سليم دربالة. شريف انت كنت عايز تدخل الحقوق وما عرفتش. ليه سعادتك؟ اصل شايفك مركز معايا قوي. والله كل الحكاية حضرتك ان اي مجرم يبقى ليه دوافع لجريمته. ايه دوافع البرنس؟ ده يلا حته بلطجي بينفذه بس. بلاش. الدوسيه اللي اتسرق من شقه مدام انجي اللي فيه اوراق تفتح القضيه من جديد وتودي سليم درباله والجندي في 60 داهيه. هو برضه اللي سرقه؟ وانت سالت البرنس على الدوسيه ده؟ انا لسه جاي من عنده سعادتك. سالته على الدوسيه وسالته على درباله كمان. بس طبعا بشكل غير رسمي. انا مش عايز اوجه اي اتهام لدرباله الا لما اكون مالي ايدي من الموضوع. وقال لك ايه؟ انكر طبعا. طبيعي. بس ده غريق بتعلق بقشاي. شكرا سعادتك. ما فكرتش ان مفيش دليل على الدوسيه ده غير كلام اللي اسمها انجي؟ وهي مصلحتها ايه تكتب حضرتك؟ دي حتى مش عايز تفتح سيره الموضوع تاني. شريف انا خايف الموضوع يفتح منك. تقلقش سعادتك. اخرك معايا 3 اسابيع يا شريف. يا تثبت نظريتك وتطلعنا ما بنفهمش
هي تدفع الخبر مضمون، عشان بعد كده لو جالي درباله هنا واعترف بنفسه همشيه. سامع؟ ان شاء الله خير يا فندم. عن اذنك. اتفضل. حسام. ايوه يا باشا. فاكر ملف الهجامين اللي كنت طلبته منك؟ ايوه يا باشا، وكان على مكتبك تاني يوم. عايزك تاخد البوكس وتلمهم لي بساعتين. ساعتين ازاي بس يا باشا؟ ده الطريق لوحده عايز 3 ساعات. تصرف يا حسام، مفيش وقت، احنا اليومين اللي جايين مش هننام. حاضر يا باشا، حاضر. صباح الخير يا مدام انجي. يا ترى حضرتك فاضيه ساعه تعدي عليا؟ بابا بابا. المكان مش عاجبك مش كده؟ اه. طيب ممكن عشان خاطري اطلب منك حاجة واحدة بس؟ ممكن تستحملني شوية صغيرين؟ وانا اوعدك ان انا اجيب لك بيت كبير ويبقى فيه اوضه كبيره ليك لوحدك، وكمان هملاها لك كلها لعب. ايه ده؟ بالك انت ما استحملتش يا بنت؟ بالك انت ما استحملتش وغيرت هدومك؟ ها؟ الريحه دي؟ معكش هدوم تانيه؟ ولا في الجبده؟ وريني الجبده كده في الهدوم. والجبده بطلت تغير؟ بطلت تغير؟ كنت بتغير زمان وانت صغير، دلوقتي كبرت وبقيت راجل. بتستحمل. صح. قور يلا. اللي بعد احسن. شغال ايه يالا؟ انا بابا اللي اسعدت الباشا. ايوه، يعني بتجيب فلوسك منين يعني؟ اهو بتقدر شويه من هنا على شويه من هنا، وزي ما حضرتك عارف يعني البلد دي احسن من غيرها. رد على الباشا عادل يالا. والله بدور اسعدت البيه، بس اكيد زي ما حضرتك عارف مفيش حد هيشغل واحد صوابي زي حالتي. بس كيف؟ مش عايز المحك في حته، مش هرحمك. تحت امرك سعاده الباشا. اللي بعد يا حسام. انت عارفه؟ ايوه يا باشا. الكشك اللي انت شغال فيه ده بتاعك؟ شركة يا باشا، انا وابن عمي. جايب راس ماله منين؟ يعني الحمد لله، قرش من هنا على قرش من هنا واتدبرت يا باشا. بتتكلم عدل يالا وانا هناسبك؟ يا باشا كنت محوش لي قرشين على فلوس المكافأة بتاعت السجن. وهي مكافأة السجن هتملك الكشك كل ده بضاعة؟ انت هتستعبط؟ يا باشا ما انت سيادتك عارف النظام، البضاعة دي كلها بالآجل. انت آخر مرة نزلت المعادي امتى؟ من يومين يا باشا. عدم المؤاخذة أصل أنا ممكن أنزل مرتين أو ثلاثة في الأسبوع. إشمعنى؟ أصل المخزن اللي بجيب منه البضاعة في ترى ورا السجن على طول. طب واخبار شغل الشقق بتاع زمان ايه؟ حد الله بيني وبينه يا باشا، شقق ايه وبتاع ايه؟ انا السجن ضايع من حياتي سنه، ولا مؤاخذه يعني ما اتجوزتش. كلم عدل يالا، هتحكي لي قصه حياتك؟ عرفه، انا ممكن ارجعك السجن تاني. ليه بس يا باشا؟ انا عملت ايه؟ ما انا لما الاقيك بتحور عليا هرميك في السجن تاني. ورحمه امي يا باشا ما بحور على سيادتك، انا جاي لك في الصحه وعلى الدغري. ماشي. طب سرقت الدوسي ليه؟ دوسي ايه ده يا باشا؟ عرفه، انا ما عنديش وقت ولا فيا دماغ للكلام ده. يا باشا قسما بالله ما اعرف دوسي ايه ده اللي تتكلم عنه. الدوسي اللي كمرته من شقه مدام انجي مع الصيغه. يا باشا انا اول مره اشوف المدام دلوقتي. لما هو زي مدام شقه حضرتك اتسرقت قبل ما ادخل السجن. انت هتستقبل يالا؟ يا باشا والله زي ما حكيت لسيادتك.
العمر ما بيرجعش لورا، واللي بتلسق من السجن ما بيدقوش تاني. وربنا المعبود انا اخر شقه دخلتها كانت من قبل ما ادخل السجن. والله العظيم يا مدام، والله العظيم ما دخلت شقه حضرتك ولا اعرف هي فين من اساسه. انا مش مصدقه. خد يلا وغور من وشي، اخفى. زي ما حضرتك شايفه كده احنا بنشتغل بالمجهودات الذاتيه. معلش، ربنا يكون في عونكم. اللي جاي ده اخر واحد، عايزك تركزي معاه. اللي بعده حسام. يوسف. انجي، ايه الاخبار؟ بكلمك في وقت مش مناسب. لا انا. طيب ممكن اعدي عليكي في الكافيه؟ اوكي. باي. شغال ايه يا ابني؟ شغال نجار يا باشا. صباح الخير يا سماح. مالك يا بنت مخدوده كده ليه؟ كانك شفتي عفريت. فين شيماء؟ جوه. مدام سعاد، مدام سعاد. استني بس لما افهمك. انت اتجننتي يا بنت؟ انت تهبلتي ولا ايه؟ اوعي كده، اوعي انت. انا هفادك. ايه القرف ده؟ بقى 4 ايام يا واطه مش سائله فيا. سعاد، الحمد لله على السلامه. سعاد حاف كده مس سعاد، وبعدين هتكلميني وانت قاعده؟ يلا يلا قومي شوفي شغلك، اعملي لي نسكافيه، انا مش قادره بقى لي 4 ايام ما نمتش. بتضحكي على ايه؟ بتضحكي عليا يا بنت وانا بقول لك نكته؟ يلا قوم. سماح، انت لسه ما قلتلهاش ولا ايه؟ هتقولي على ايه يعني؟ يا مدام بس سيبيني انت الثانيه. انا بقيت مديره الصالون. مديره ايه؟ خميس بيجالي وخلاني مديره الصالون. نعم. وبقول لك ايه؟ يلا اطلعي بره، مش عايز اشوف وشك تاني في الصالون بتاعي. بره. صالون بتاعك ايه يا ام؟ صالون ايه؟ مدام سعاد. والله العظيم ناخد لك ايه؟ يا سعاد تطلعي يا سعاد. يا مدام سعاد يا مدام سعاد. الموضوع مش سهل يا ابني. السلاح ممسوك في البنزينة بتاعت المعلم، ده غير كلام الشهدة. يعني اي محامي حتى لو كان شاطر قوي تأبيده. يا باشا البت دي ديتها الفلوس، واحنا مستعدين ندفع المبلغ اللي سيادتك تؤمر بيه. اهم حاجة البرنس يطلع منها ان شاء الله. مليون ولا جوز حتى؟ جوز؟ جوز مين يا ابو جوز؟ الجوز ده تحطه في ايد اي محامي غيري هيلهفهم وبرضه مش هيقدر يعمل اي حاجه. امال سيادتك عايز كام يعني؟ ركز انت في شعرك وسيب له الموضوع ده. انا بظهر معاك، ما تزعلش. انا هبقى عدى على ابوك في السجن واتفاهم معاه. طب مع السلامه يا خميس. ايه رايك في الموضوع ده؟ هو صعب شويتين بس ما فيش حاجه تصعب على معاليك برضه. ما تاخذنيش يعني يا ريس، هو معاليك ليه ما زرتش البرنس في الكام يوم اللي فضلوا لغايه دلوقتي؟ اتقل على الرز بس اوعى شيط، لو شاط الرز تبقى عبيط. حلو؟
حلوة. انت وراك حاجة يا لك؟ انا ما وريش غير معليك. طب يلا شيل الشنطة وتعالى ورايا. انا اجي الاثنين. اغسل ايدك بقى عشان ناكل لقمه. يلا. لا العفو ريس، ما احتكاها بقى انا. لا 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 ايه، هتعال عليك ولا ايه؟ يلا يلا. ها حمام هناك اهو. جمال دي اجدع طباخه فيك يا مصر. اهلا وسهلا. بعد اذنكم. اتفضل. الله. ايه يا ابني؟ يلا. خلي بالك اللي في الطبق دي فوطه مش للاكل. حاضر. يلا شغل نفسك. حاضر. الله 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 الله. ايه شغل الخواجات اللي بتعمله ده؟ خلي البساط احمدي، كل بايدك وبطل تمثيل. ليك الطيور ولا هتكسفني؟ انا فلاح. اها الحاج الغامري. والله الحاجه فكرتني بامي الله يرحمها. ده عايشه عايشه يا باشا، ما فضلنا غيرها هي الخير والبركه. يا ابن الرحمه الجوز على الحي والميت، ربنا يرحمنا جميعا ويخلي لك امك. عندك اخوات؟ ثلاث بنات. ابوك عايش؟ اهو ده بقى الله يرحمه، مات وانا عيل صغير. كان بيشتغل ايه؟ معقول انفار، بس صرف كل اللي حلته عشان يعلمنا حتى البنات. ابوك ده يا ياسين هيدخل الجنه حتف. عشان علمنا؟ لا، عشان القهوه اللي بتعملها لي. قول قول. قول. انما يعني ما تاخذنيش معنيك، هو حضرتك قريت كل الكتب دي؟ يعني معظمها. عارف يا ياسين، الكتب دي بتخليني الف العالم كله وانا قاعد هنا في مطرحي. بقولك يا واد ياسين، انت ايه اللي ناقصك عشان تبقى زيي؟ زي جنابك؟ يا نهار ابيض، وهنيجي ايه جنب معاليك بس يا باشا؟ لا لا لا، بقولك ايه، بلاش شويتين الاونطه بتوعك دول، انا هرشك يا ولا وبتكلم بجد. رئيسني رئيسني كل حاجه يا ريس. لا، انت ناقصك انك تكون محترم، الناس تحترمك وتعمل حسابك، تلبس كويس، تخلي الناس تبصلك على انك حاجه كبيره ومهمه مش مرمطون. بس اعمل ايه يعني يا ريس؟ لا مؤاخذه، ده
تعمل وتعمل كتير كمان، تعمل لنفسك حيثية يا ولا. هو تيفا لسه بيبعتك تجيب له سجاير؟ اه يعني ساعات كده. طب المرة الجاية ما تجيبلوش. يا نهار اسود، دي هتبقى خناقة لرب السما. هذا يا سين، انت بتشتغل معايا ايه؟ محامي ولا سيكا؟ سيكا. محامي. يبقى لازم تصدق نفسك الاول. انت درست 4 سنين في كلية الحقوق، مربط وتعبت وشيت وطلع عين اهل اللي جابوك عشان يصرفوا عليك، كل ده عشان ايه؟ من هنا ورايح انا هشغلك محامي. يا باشا اعمل فيا ما بدالك. انت هتكون محامي شاطر كمان يا واد ياسين. بجد والنبي يا باشا. بس انت ناقصك تعمل لنفسك هالة. اعمل يا باشا، ده انا من بكرة اعمل هالة فاخر. حلو، ضحكتني بجد. خد يا ولا، والله مش ظرف فيه جبس. يلا كمان اهو، خد يا سيد، روح جيب حاجه لامك ولاخواتك. يلا. ده بس طول كتير قوي معاليك يعني. كلمه زياده هسحبهم منك، انت عارفني. عارف يا سيدي، انا كان ليا ابني لو كان عايش كان زمانه قدك كده. الله يرحمه يا باشا. الله، الحمد لله، ربنا افتكره. انا دايما اقول للحاجة لو فيه 2 دربالة في البلد دي كانت خربت. ايه رأيك بقى ان انا هنزلك المحكمة؟ بجد والنبي يا باشا؟ بجد. بقولك يا ياسين، انت لسه ما اتجوزتش؟ يا باشا، يا باشا مين بس اللي ترضى بيا دي؟ يا واد ما تقللش من نفسك كده، عيب. مش قصدي يا باشا والله، بس اصل انا لا مؤاخذه يعني ساكن فوق سطوح، وشهريتي كمان. مالها شهريتك؟ الحمد لله يا باشا، فضل ونعمه. انا مش يعني انا كل حياتي مش متظبطه، ان شاء الله لما تتظبط هبقى انوي. طب ايه رايك ان انا عندي ليك عروسه من البلد عندنا، ومهرها هيكون عليا كمان. موافق؟ اللي موافق طبعا. يا باشا انا تحت امر معاليك، اعمل فيا ما بدلك زي ما قلت لك. ماشي يا زين، يلا خلاص توكل على الله. انت روح وتجيلي بكره من الصبح بدري. ها. حاضر يا باشا. يلا. السلام عليكم. مع السلامة يا باشا. السلام عليكم. تعالى. راح فين يا مش تقلعني الجزم الاول؟ هلا فاخر. ضحكتني ضحكتني جدا. والله العظيم ما حصل، ورحمة أمي ما حصل. أنت تعرف عني كده يا مرعي؟ عايز الصراحة؟ والنبي مش وقت هزار. ده الحتة ملهاش كلام غير عنك، ما بتقريش جرايد ولا إيه؟ أنا لسه خارجة النهاردة، ما أعرفش حاجة خالص. أنا سعاد. خلاص، ما تبقيش ضايقة كده. ألو؟ مدام سعاد؟ أيوه. أنا أحمد عبد الرحيم، مؤدي برنامج أسلاك شائكة. يعني مين؟ أسلاك شائكة بيقدمه الأستاذ سمير بسيوني. حضرتك ما بتتفرجيش على قناة الغد ولا إيه؟ لا، حضرتك عاوز إيه؟ الحقيقة كنا عاوزين نسجل مع حضرتك بخصوص قتل المرحوم طارق زهير شهيد الإعلام. مفيش زفت، ما تتصلش هنا تاني. فيها سؤال، حصل حاجة؟ عايزين يسجلوا معاك. مش عارفه الاقيها منين ولا منين. ابني اللي ما اعرفش عنه حاجه، والله اعلم حصل له ايه. الصالون اللي اتاخد منه، الشقه، كل حاجه.
صلى على النبي، كله هيبقى زي الفل. عارف يا مرة البهدلة اللي شفتها طول عمري كوم، والأربع أيام اللي فاتوا دول كوم تاني. طب أنا ناوي على إيه؟ أنا محتاجة حتة تدوى فيها ثلاث أربع أيام كده. لا لا، أنت عارفة الظروف صح؟ عارفة أنت الظروف. بقول لك ثلاث أربع أيام بس، مش أكتر والله. جاتش على يومين ماشي. ما كانش في داعي تتعب نفسك تجيب الحاجات دي. اتعب نفسي ايه دي؟ شويه الوان، وبعدين هيثم بيحبهم قوي، فابويا يجيب منهم كتير ويحطهم في البيت، وانا نازل خدت شويه، قلت يمكن كنزي تحب الالوان هي كمان. بعدين كفايه عن ذوقك ومجاية حضرتك للمستشفى تاني. حضرتك انا اسف، معلش، هي هتاخد شويه وقت. هو باباك قاعد طول الوقت مع هيثم ما بيشتغلش؟ لا خلاص، انا ابويا دلوقتي على المعاش، بعد 40 سنه اشتغل في الحكومه في وزاره القوى العامله، وبعد كده خرج على درجه وكيل وزاره، بس فقعد. ما فكرش يعمل بيزنس او حاجه؟ انا قلت حاجه تضحك. لا لا مش تضحك، بس لما فكرت فيها ابويا والبيزنس لا ما يتكلموش على بعض خالص. ابويا راجل بسيط جدا وتقليدي جدا، هالي هو عاش حياته كلها في 500 متر ما بين الجامع والشغل والبيت وبس. يا بخته، طول عمري كان نفسي أعيش كده، حياة مش معقدة وما فيهاش كم الماديات دي. هي بس طموح حلو برضو. حلو طبعا، بس بيأذي صحتك وراحة بالك. كأن ابويا هو اللي بيتكلم. مش قوي. لا مش قصدي يعني. بس يعني انا عندي مشكله مع الجيل ده بصراحه. اشمعنى؟ احس ان هم عاشوا حياتهم كلها عشان ثلاث حاجات: عبد الناصر وام كلثوم والحرب. اه والله. وبعد كده لما الثلاث حاجات دول خلصوا والمشاريب غليت، خدوا بعضهم وطلعوا على الخليج عملوا الارشيد، وجم حطوهم في شركات توظيف الاموال وراحوا قاعدين على نفس القهوه مستنيين الارباح. قامت شركات توظيف الاموال ضحك عليهم واخد فلوسهم، فاحبطوا واحبطونا معاهم. عمري ما فكرت فيها كده، ده انت محلل سياسي. ولا ليا فيها ولا بحبها، بس ده اللي انا عشته. انا كمان ما بحبش السياسه. عارف يا يوسف، انا بطلت اتكلم مع اي حد. عموما هانت كلها كم شهر واسيب البلد، جابت اخري. ومين سمعك؟ أنا كمان احتمال أسافر. هتسافر؟ جاي لي عرض كده من شركة البترول في الإمارات، واحتمال يعني أتأكد من الموضوع ده خلال أسبوعين. بس لو موضوع السفر ده حصل يعني غالبا هضطر أجل حكاية شراء الشاليه. مفيش مشكلة، كل حاجة نصيب، لو ليك نصيب فيها هتاخده. عموما فلوسك لسه معايا، ما صرفتهاش. فلوس ايه؟ ده انا مكسوف منك، انا موقف لك البيع. قلت لك كل حاجه نصيب. صح. انت وراك ايه الجمعه الجايه؟ هفضي لك نفسي. كنت عايزه اعزمك على عيد ميلاد كنزي. يا سلام، كل سنه وهي طيبه وربنا يخليها لك. انت طيب. وفي طلب كمان. اموري مش عارفه اعمله فين. انت سألت الشخص المناسب، انا عندي مكان تحفه. كمان يا سعاد، مش عارف ما يبقاش قلبك اسود امال بعد كل اللي عملتوه فيا، وتقولي ما يبقاش قلبك اسود؟ يا سعاد يا سعاد، ده راجل لما بيخش دوره الميه بيطلع في الروح، ده خير اخر مره شفت فيها خالص. عارف يا مرعي، لولا ان انا فيه بس. ازيك يا بابا؟ ايه ده؟ انا معاك حد؟ انا عامل لك مفاجاه يا بابا. خش يا سعاد. سعاد، ازيك يا حاج؟
أول ما افتكرتينا. خلاص بقى يا بابا. اقعدي يا بنتي. ايوه مين؟ حسين. في واحد في واحد مشوار كده ومش هغيب عليك. ماشي مشوار ايه؟ مشوارك كتير يا عم. انا ماشي ماشي. امشي ما جت شدتني النهارده. وبعدين طلعوا عين امي بيقفشوا في الهجامين كلهم. جبت الكشك ده ازاي؟ مين اداك فلوسه؟ اسمه جوز خالتك ايه؟ هو عادي عارفه تكون قريت على جوز خالتك. عيب عليك يا صاحبي. ايه اللي حصل؟ قعدنا نحور على بعض حبه بس الظابط اللي هناك ده رخم قوي. اسمه شريف ادريس. طب المهم الامانه فين؟ لا الصيغة معاه برضو. خلي بالك يا يوسف ده جاي بخلع الدرس. تمام عرفة. خد عرفة. ايه دول؟ دول اللي اتفقنا عليهم. ده انا بقول لك جاي بخلع الدرس. جايين بخلع الدرس. ما تقوليش بحاجه تاني. امسح رقم تليفوني كلها يومين وهخلع. لا شفتني ولا سمعت مني. امين امين. سلام عليكم. خدت عبيه يا يوسف. حبيبه عارفه خلي بالك من نفسك ومن جوز خالتك. ها وانت كمان. ممكن تحكي لي الموضوع ده بدا ازاي؟ انا في الاول كنت بشوف في الكوابيس بس بعد كده كأني بشوف في كل حتة. يعني ممكن أبص لحضرتك وتخيل إن أنت هو. بس والحالة دي بقالها قد إيه معاك؟ يعني كام شهر كده. وقبلها؟ قبلها كنت بشوف كوابيس برضو بس ما كانش هو بيطلع لي فيها. طيب إمتى ظهر لك أول مرة؟ كنت رحت قعدت في أوضة في بنسيون كده وهو كان قاعد فيها قبلي. انت قابلته قبل كده؟ لا. طب ايه اللي عرفك ان هو اجاز يكون حد تاني؟ ما تقلقش اي حاجه بتتقال هنا ما بتخرجش بره. هو الموضوع ابتدى بشويه جوابات تهديد كده بتيجي للشخص. فلما سالت عنه واستقصيت ما استريحتش خالص. ايوه ما ريحتكش ازاي يعني؟ يعني عرفت ان هو ملوش صحاب. محدش بيسأل عليه، ما عندوش شغلانة، وعنده سلاح. فقلت ممكن يبقى قتل قتل ولا حاجة. طب ليه ما سبتش المكان ودورت على مكان تاني؟ كان عندي ظروف في الفترة دي ما كنتش أقدر أعمل كده. طيب قول لي بتاخد أدوية اكتئاب؟ لا 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 خالص أنا ما بحبش الأدوية. صلي. اتجوز؟ كنت. فصلت؟ طلقنا. ليه؟ خانتني. ليك صحاب؟ واحد بس. ايه علاقتك بوالدك ووالدتك؟ والدتي الله يرحمها انا كنت بحبها جدا يعني. ابويا بقى وانا صغير ما كنتش بحبه. ما اعرفش او ما كنتش فاهمه يعني.
بس بعد كده لما كبرت بقيت بحبه جدا وربنا يديله الصحه رب هو اغلى حاجه عندي دلوقتي. على كل الاحوال هنحتاج نتقابل كذا مره بعد كده عشان نتكلم في الحكايه دي. يناسبك الاسبوع الجاي زي النهارده؟ تمام. ما قلتليش الشخص اللي بتشوفه في الجواز ده اسمه ايه؟ اسمه يوسف. يوسف فرج.